السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الدرس سنتحدث عن الـ Image Quality. إيه هي الـ Image Formats اللي بنسجل بها باستخدام الكاميرا؟ عندنا two Image Formats, one اللي هي الـ JPEG و الـ RAW. مميزات كل فورمات. أولا الـ JPEG Compressed, بمعنى انه هيكون اقل في الحجم, يبقى اذا الرو اكبر في الحجم من الجيبج. الرو جودة اعلى, نقدر نعدل في الالوان, ولكن الكمبرس في حاجات كتير ما نقدرش نعدل فيها, يعني بمعنى الفتحة العدسة او العزل ما نقدرش تعدل, الشر بالنسبة ما نقدرش نعدله في جيبج, ولكن ممكن نعدله في الرو. يبقى جودة الصورة بتختلف من الجيبج والرو. ثانيا ميزة الجيبج, بما ان الرو على مبدئيا كده الرو حجم الفايلات هيكون 5 أضعاف أو 4 أضعاف, يعني بمعنى عادة في الكروب فريم مساحة الصورة بتكون تقريبا اللي هي 4000 × 6000 بكسل, مساحة الصورة بتكون تقريبا 6 ميجا أو 7 ميجا, ولكن الرو بيعدي 30 ميجا الصورة الواحدة, فإذا تقريبا 4 إلى 5 أضعاف الرو عن الجيبج. طب ليه الرو؟ إيه ميزة الرو؟ ليه ما بنصورش رو فقط وبنصور معاه جيبج؟ أحيانا بنحتاج إننا نعمل شير للفايل على منصات السوشيال ميديا مباشرة, لكن الرو ما بيقبلش, يعني معظم الهواتف لا تفتح او ما بستخدمش, ما اقدرش نعمل شير لملف الرو, مش عشان السايز كبير, ولكن ما فيش قابلية لان بيكون امتداده CR2 او هكذا على حسب الكاميرا. طبعا دي كانت اول نقطة. لو بصور عندي في المنيو 3 اختيارات, اول اختيار هو عندي اختيار كتير, اول في الصف السايز. هنشوف, خلينا نشوف الكلام ده in real time. كده لو انا فتحت المنيو, اتمنى تكون, احاول اضبط الوايت بالانس بحيث تكون ظاهرة اكتر. طيب عندنا هنا في الجين, اتمنى يكون الشاشة واضحة. في عندنا في المنيو اول قائمة الايمج كواليتي, الايمج كواليتي, ففي عدة اختيارات. الاختيار الاول فوق خالص انا بختار رو جيبج, فاذا هو يصور رو اند جيبج تقريبا, هو الاختيار هذا. اول اختيار الايمج كواليتي, فاذا انا اخترت رو. طيب لو انا بصيت كده في عندي عدة اختيارات فيها. طيب الصف الاول هو السايز, سايز الصورة, فبيكون وليكن لارج هاي كواليتي ام لارج ستاندرد, وفي ميديوم وفي سايز. يبقى اذا عندي في القائمة وفي عندي سمول, اذا عندي في القائمة 3 اختيارات باشكالهم, لارج او ميديوم او سايز, وتحت الرو الصيغة, هل رو ولا رو وي جيبج. طب بطبيعي انا عايز اعلى كواليتي ممكنه وانا بصور, طب ليه انا موجود عندي الاختيارات اللي هي لارج وميديوم وسمول؟ نتخيل ان عندنا في الكارت باقي وليكن 20 صورة, وانا في حدث ايفنت معين وضروري اصور ما يفوتنيش اي شيء في الايفنت الباقي, بدل ما انا ارجع تاني واحذف صور وافضي مساحه, او ممكن الصورة القديمة اكون محتاجها, هضحي بجودة الصورة واصور بجودة قليلة وليكن سمول او ميديم, لان طبعا هو مختار هنا الحجم, فالميديم طبعا الصورة لما تكون ميديم هتكون اقل في الحجم, او سمول هتكون اقل في الحجم من اللارج, فعلى هذا الاساس انا هضحي بالجودة, المهم احصل على صور من الايفنت مهما كانت جودتها وتقضيني لحد باقي السايز الكارت ميموري. طبعا لو في كارت ميموري اكسترا هيغنيني عن هذه المشكلة واصور باعلى جودة, لذلك بعض الكاميرات زي النيكون زد 5 او زد 6 موجود فيها 2 كارد سلوتس, بنقدر نصور بكارتين ميموري في نفس الوقت, او نصور الصورة تحافظ على كارتين وهكذا. اتمنى يكون هذا درس مفيد, والى اللقاء في درس قادم.